بالعلم نبني يا أخي حضارة، ونعيد أمجاد الرعي للأول. أصحاب المراهقة الفكرية الذين نبتوا حديثا أخذوا العلم بدون أستاذ وبدون شيخ معلم، أخذوه من الكتب ولم يفهموه. الموضة الجديدة هذا الحديث ضعيف، وما أدراك أنه ضعيف، ربما يروى من طريق آخر يقويه فيكون قويا، ولو كان ضعيفا فإن الإمام ابن كثير والإمام ابن القيم أجازا العمل بالحديث الضعيف في مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. فإذا كان مرويا في المكارم وفي الأخلاق فإن أئمة المحدثين أجازوا العمل به. داعية كبير عنده من العمر 70 عاما يخرج له حدث مراهق قرأ 3 كلمات أو 3 ورقات من كتب ابن تيمية أو كتب ابن عبد الوهاب، استطاع أن يكون وصيا على الدين. يا للمهزلة ويا للعار يا شيخ الأزهر، يا من نمتم وتركتم الإسلام نهبا لكل من هب ودب. أيها الإخوة الأعزاء، وكل من أراد أن يحرم أو يحلل حرم وحلل على حسب هواه. أخبرني أحد العلماء قال: كنت ألقي محاضرة في محافظة المنيا، وبعد الانتهاء من المحاضرة سأل سائل وقال: الخل حلال أم حرام؟ الخل، ده النبي قال نعم الإدام الخل. العلم شمس يستضاء بنورها، تشفي من الأسقى كل معلل.